أهلا بحضراتكم من جديد إلى نقاشنا الثاني والأخير في هذه الحلقة حول تطورات الأوضاع في ليبيا، تحديدا في ضوء الكلمة التي أطلقها بالأمس قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر من اقتراب الجيش الوطني من ساعات حسمه للعاصمة الليبية طرابلس، وطلب الجميع بضرورة تحين هذه اللحظة وأن تعود طرابلس مجددا لكل الليبيين لا لفصيل أو فريق بعينه. الأستاذ محمد فتحي الشريف الباحث في الشؤون العربية انضم إلينا في الأستوديو. أستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتك. إلى أين تمضي معركة الغرب الليبي وتحديدا معركة العاصمة طرابلس، ولماذا تحدث بالأمس قائد الجيش الليبي؟ أهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. طبعا العملية العسكرية في ليبيا بدأت مرحلتها الثانية، وهي مرحلة الحسم وهي المرحلة الأخيرة. المرحلة الأولى استمرت من يوم 4 أبريل حتى قبل 10 أيام، ثم بعد ذلك بدأت المرحلة الثانية وهي مرحلة الحسم بعد أن استنزف الجيش الليبي الميليشيات الإرهابية على كافة المحاور قبل أن يدخل إلى العاصمة طرابلس. تحديدا كلمة المشير خليفة حفتر بالأمس لها دلالات على الساحة الدولية والعربية والإقليمية. الدلالة الأولى هي أن الجيش الليبي ماضي في طريقه، لأن في الأيام الماضية ظهرت يعني أحاديث كثيرة عن أن هناك مبادرة تم طرحها وسيطرحها المبعوث الأممي غسان سلامة في القريب حول الحل السياسي للأزمة وحول توقف العمليات العسكرية في طرابلس. فالمشير خليفة حفتر عندما يخرج ويتحدث على أنهم قادمون نحو العاصمة طرابلس ونحو دخول العاصمة طرابلس وتنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي بدأت في 4 أبريل، فهو دليل قاطع على أن الجيش الليبي لم يغير مما طرحه في السابق، لم يغير من استراتيجيته، لم يلتفت إلى العملية العسكرية على أنها عملية موائمات سياسية. هو أبعد العملية العسكرية نهائيا عن العملية السياسية، لأن العملية السياسية تحتاج إلى آليات لتنفيذها، والجيش الليبي مؤمن والشعب الليبي أيضا مؤمن بذلك بأن الميليشيات الإرهابية إذا ظلت موجودة في المشهد السياسي الليبي ومسيطرة على العاصمة طرابلس فلن يكون هناك حل سياسي. فبالتالي كلمة المشير خليفة حفتر وجهت رسائل إلى الخارج وإلى الداخل. أما الرسائل الداخلية فهي أن الجيش الليبي أعلن عن هويته الحقيقية، هذا الجيش الليبي النظامي الذي يبحث عن حرب بطريقة إنسانية بطريقة شريفة لا يستهدف فيها المدنيين، هو همه فقط على الميليشيات الإرهابية وعلى المسلحين الذين يروعون الآمنين في طرابلس. ووجه المشير خليفة حفتر كلماته للجنود أنهم يطيعون أوامر القادة، وهذا هو عرف القادة العسكريون، بالإضافة إلى عدد من النقاط المهمة جاءت في هذا الخطاب الذي أرى أنه أستاذ محمد، هو المشير خليفة حفتر تحدث بالأمس عن أن ساعة الحسم أو ساعة النصر قد اقتربت، ما هي الأمارات أو الشواهد على الأرض التي تقول بأن ساعة الحسم بالفعل قد اقتربت؟ الشواهد على الأرض، الجيش الليبي عندما فقد بضعة أيام مدينة غريان المدينة الاستراتيجية التي تبعد حوالي 80 كيلومتر عن العاصمة طرابلس والتي تعد رأس الحربة لسيطرة الجيش الليبي على المحاور السبعة التي سيطر عليها في السابق، ظن الناس أن الجيش الليبي سيخسر هذه المعركة وأن الجيش الليبي لن يستطيع أن يدخل طرابلس، ثم سرعان ما استطاع الجيش الليبي بأن يعيد مدينة غريان، ثم بعد ذلك يكبد الميليشيات الإرهابية خسائر في الأسلحة والعتاد وفي الأرواح أيضا على كافة المحاور. فبالتالي الجيش الليبي عندما بدأ في المرحلة الثانية والتي أعلن المشير خليفة حفتر أن ساعة الصفر قد اقتربت، أعتقد أن العملية أو المرحلة الثانية من عملية طرابلس لن تستمر طويلا، قد تستمر أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، ولكن الجيش الليبي سيدخل قريبا في الأيام المقبلة وستكون هناك تطورات سريعة جدا لدخول الجيش الليبي إلى العاصمة، ولكن انتهاء أمد الحرب أو انتهاء أمد المعركة داخل طرابلس لن تكون يعني خلال أسبوعين أو أكثر، ستستمر أكثر من شهرين ثلاثة، لأن العاصمة الليبية طرابلس بها طبعا مباني سكنية عالية، بها طبعا تمركزات للميليشيات الإرهابية مع بعض المدنيين، هذا العملية ستحتاج وقت طويل، لكن الدخول للعاصمة طرابلس هو دلالة
كبيرة جدا، منها أنها هذه الميليشيات قد انتهى دورها داخل عاصمة طرابلس، بالإضافة إلى كل المتحالفين معها. الميليشيات الإرهابية في السابق كانت تحارب وكانت معروفة للجميع أنها ميليشيات إرهابية، عندما تدخل معهم على الصف أو تدخل في اتجاههم حكومة الوفاق فهي أطفت على هذه العمليات شرعية من بعض الدول التي تؤمن حتى الآن. طيب، أن حكومة السراج هي الحكومة الشرعية في ليبيا، في حين تحييد ما جرى في غريان، لأن يعني فقدان السيطرة على غريان، كل المتعاطين مع الشأن الليبي قالوا أن المسألة لم يكن لها علاقة بالخيار العسكري ولا بالقوة العسكرية، إنما كان لها علاقة بتفاصيل أخرى دارت هناك. بعيدا عن ما جرى في غريان وما جرى في غرب ليبيا حتى هذه اللحظة، ما هي أوجه الاختلافات أو التشابه إن كان لها مقتضى بين معركة بنغازي التي استمرت قرابة سنتين أو ما يزيد على السنتين، ودرنا، والمدة أيضا كانت طويلة جوازت السنة حتى أتم الجيش الليبي عملياته لتحرير درنا وشرق ليبيا، ما هي أوجه التشابه أو الاختلاف بين الشرق وتحديدا بنغازي ودرنا وبين ما يجري في الغرب؟ هي طبعا أوجه التشابه أن العالم كله قال أن الجيش الليبي لن يستطيع أن يحرر مدينة بنغازي، وأن الجيش الليبي كانت لسه عملية الترتيب الداخلية في الجيش الليبي تبدأ، فبالتالي الجيش الليبي غير استراتيجيته وأكد العالم أنه قادر على حسم المعركة، واستطاع بعد عامين أن يطهر بنغازي من كل الميليشيات الإرهابية. وأعتقد أن هناك معارك داخل بنغازي استمرت بالشهر والشهرين والثلاثة، واستطاع الجيش الليبي أن يكبد هذه الميليشيات الخسائر، ثم بعد ذلك فرت إلى درنة، ودخل الجيش الليبي أيضا درنة، ولم تستمر عملية درنا استمرارا طويلا. أوجه التشابه، أنا أرى أن عملية طرابلس أوجه التشابه أن الجيش الليبي عندما بدأ في بنغازي أخذ وقتا طويلا، ثم جاء تحرير درنا كان وقته قصير. هو يشبه المرحلة الأولى من العملية العسكرية تجاه طرابلس ويشبه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى استمرت أكثر من أبريل ومايو ويونيو، يعني أكثر من 4 أشهر، أما العملية الثانية لن تستمر أكثر من شهر. فبالتالي هو التشابه أن العالم كله أجمع على أن الجيش الليبي لا يستطيع أن يحرر مدينة بنغازي ولن يحرر درنة، ومع ذلك الجيش الليبي حرر بنغازي وحرر درنة واتجه إلى الجنوب وحقق نجاحات كبيرة جدا. الجيش الليبي له استراتيجية منذ أن بدأت هذه العملية وحتى اليوم لا يغيرها، وهي تحرير كل الأراضي الليبية من الميليشيات الإرهابية، رغم أن هناك طبعا يعني أصوات في الخارج وفي الداخل تنادي بوقف العمليات العسكرية. وقف العمليات العسكرية الجيش الليبي ينظر إليها أنها وقف العمليات العسكرية لن تؤتي بحل سياسي، وتؤد العملية السياسية برمتها. العملية السياسية مبنية على التخلص من الميليشيات الإرهابية، هو الأساس في العملية السياسية هو أن تكون ليبيا خالية من كل الميليشيات الإرهابية، تفكيك هذه الميليشيات، نزع سلاحها، ثم بعد ذلك تكون هناك مؤسسات رسمية داخل ليبيا، بعدها تبدأ العملية السياسية. فبالتالي ما يقوم به الجيش الليبي وما أعلنه المشير خليفة حفتر أول أمس بالأمس هو كان يعني توضيحا لرؤية الجيش الليبي تجاه العملية السياسية، أيضا مخاطبة للرأي العام العالمي ومخاطبة الأمم المتحدة ومخاطبة للمبعوث الأممي وغيره من الذين يريدون أن تتوقف هذه العملية العسكرية قبل أن تؤتي ثمارها وقبل أن تحرر العاصمة من الإرهاب. هو الذي يطيل أمد العملية السياسية، إذا توقفت هذه العملية العسكرية سيطيل أمد الحل السياسي. لكن الجيش الليبي قادم، وأعتقد أن العالم كله وأغلب الدول التي ترغب في استقرار ليبيا تنظر إلى الجيش الليبي على أنه مؤسسة رسمية قوية تحارب الميليشيات الإرهابية. تركيا تتعامل مع معركة الغرب وتحديدا معركة طرابلس باعتبارها معركة استراتيجية، والرئيس التركي كان له تصريح تحدث فيه عن أنه سيقدم كل ما أمكن تقديمه من دعم لهذه الميليشيات، والحديث بشكل متتالي عن عسكريين أتراك يقومون بعمليات تدريب وعن طائرات مسيرة درونز التي يتم إسقاطها تركية الصنع. لماذا تتعامل تركيا مع هذه المعركة باعتبارها مهمة إلى هذا القدر؟ طبعا تركيا لها مصالح سياسية ومصالح اقتصادية داخل ليبيا، والرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس التركي يعني أعلن في تحدي سافر لكل العالم أنه يدعم الميليشيات الإرهابية، لن أقول حكومة الوفاق، ويدعم الميليشيات الإرهابية، وأعلنها صراحة يدعم الميليشيات الإرهابية في حربه ضد الجيش الليبي، حتى أنه يعني الخارجية التركية قالت أنهم سيستهدفون الجيش الليبي، وأصبح الجيش الليبي مستهدفا على أرضه من عناصر أجنبية خارجية في ظل صمت الأمم المتحدة. طبعا تركيا مصالحها الاقتصادية في ليبيا مصالح كثيرة جدا، وظهرت بعد اتفاق السقيرات
الاستثمارات التي تم في عام 2015 ظهرت مصالح او اتفاقات اقتصاديه ابرمت بالامر المباشر بين فيض السراج الذي جاءت به تركيا وجاءت به جماعات الاسلام السياسي او الجماعات الارهابيه على راس حكومه الوفاق، لانه فيض السراج لم يطرح اسمه. يعني انا موجود في المشهد الليبي واتابع البرلمان الليبي منذ ان بدا، حتى ان اتفاق السقيرات وكل الجلسات التي حدثت في المغرب في اتفاق السقيرات اتابعها جيدا، لم يطرح اسم فيض السراج من قريب او من بعيد. ثم بعد ذلك فوجئنا انه جاء على راس المجلس الرئاسي، فوجئنا انه جاء على راس حكومه الوفاق، فبالتالي كان ياتي بعض النواب البرلمان الليبي قالوا ان على مدار عام ونصف العام تقريبا لم يتحدث فايز السراج بكلمه واحده في على مدار هذه الجلسات، حتى اننا حاولنا استكشاف من هو الاسم الذي طرح في منتدى الصخيرات او في منتجع الصخيرات، ففوجئنا بان هذا هو السيد فايز السراج الذي لم ينطق بكلمه واحده. كانوا يسمونه الاعضاء، انا تحدثت مع اكثر من عضو من اعضاء البرلمان الليبي وكانوا يسمونه العضو الصامت، هو لم يتحدث ولم يطرح اطروحه ولم يناقش ولم يكن عنصرا فاعلا في البرلمان الليبي حتى ياتي به على قمه الاتفاق السياسي، فبالتالي وجاء على الاتفاق السياسي بضغوط دوليه من بعض الدول التي ترغب في احياء جماعه الاخوان الارهابيه وهي تركيا وقطر تحديدا، بالإضافة إلى أنهم يريدون أن يجعلوا المشهد في ليبيا أكثر يعني يطيلون الأمد حتى تتحقق مصالحهم. السيد فايز السراج أبرم مع تركيا اتفاقات اقتصادية تتجاوز 200 مليار دولار، وأعتقد أن الأيام المقبلة بعد أن يسيطر الجيش الليبي أو بعد أن يخلص الجيش الليبي العاصمة من هذه الجماعات الإرهابية ستظهر يعني ستظهر المصالح المباشرة الاقتصادية لتركيا التي يعني أخذت أموال الشعب الليبي لتقتل به أبناء الشعب الليبي. تركيا هي حليف استراتيجي لجماعة الإخوان الإرهابية، هي حليف استراتيجي لفايز السراج، هي حليف استراتيجي للميليشيات الإرهابية وتدعمها بالمال وبالسلاح، وأعتقد أن حتى أنها نقلت بعض المقاتلين في أدلب السورية إلى العاصمة الليبية طرابلس، وظهر ذلك في المحاور من خلة الفرجان وغيرها وغيرها من المحاور التي يسيطر عليها الجيش الليبي، ظهرت هذه العناصر التي تتحدث باللهجة الشامية، ثم يكتشفون أنهم يرتدون زيا عسكريا يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق وفي صفوف الميليشيات الإرهابية. تركيا لها مصالح مباشرة في المشهد الليبي، قطر أيضا المستشار عطلة صالح قال أن إذا كان لتركيا رغبة في أن تصيغ علاقة مع ليبيا وأن تحافظ على مصالحها التي هي مصانة بطبيعة الحال، فعليها أن تحافظ على علاقة مع الدولة الليبية لا مع بعض الميليشيات أو بعض العصابات الموجودة في غرب ليبيا. إذا كان لليبيا إذا كان لتركيا مصلحة مباشرة في ليبيا، لماذا غلبت هذا الخيار ولم تغلب خيار الذهاب إلى مؤسسات الدولة الليبية الوطنية المعتادة؟ لأن هذا الخيار يجلب على ليبيا يجلب على تركيا الكثير من الأموال الليبية، لأن هذه الاتفاقات تصب في صالح الدولة الليبية المنهكة اقتصاديا، وجميعا نعلم أن الدولة التركية انهكت في الفترة الأخيرة اقتصاديا وانخفضت أسعار الليرة في تركيا والاقتصاد التركي مهدد بالانهيار، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية الموجودة في تركيا، بالإضافة إلى إيواهم جماعة الإخوان الإرهابية وكل العناصر الإرهابية الموجودة في تركيا. هذا الأمر يعني جعل السيد أردوغان يتجه إلى ليبيا لكي يحسن صورته أمام المجتمع الدولي ويحسن صورته أيضا الاقتصادية داخل تركيا، فبالتالي يعني أنا أعتقد أن المصالح الضيقة التي ينظر إليها أردوغان في ليبيا ستكون وبالا عليه عندما يتم تحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية المسلحة، وسيتم مراجعة هذه الاتفاقات الاقتصادية كما تحدث إلينا أعضاء مجلس النواب الليبي الموجودين في القاهرة، قالوا أنه سيتم مراجعة كل الاتفاقات التي أبرمت بعد اتفاق السخيرات وأبرمت بالأمر المباشر مع السيد فايز السراج، ثم بعد ذلك المصرف المركزي الليبي. على المستوى الدستوري هناك مشكلة في كل الاتفاقات التي جرى توقيعها من قبل ما تعرف بحكومة الوفاق الوطني، لأن كل اتفاق حتى يسري مسار القانون يجب أن يعتمد من قبل البرلمان الليبي، مجلس النواب الليبي لم يقر أي اتفاق جرى توقيعه، فضلا عن أن حكومة الوفاق أصلا بحاجة إلى أن يتم الموافقة عليها وأن تنال الثقة من قبل مجلس النواب، وبالتالي فهناك خرق واضح لشرعية هذه القرارات من قبل حكومة الوفاق. اتفاق السخيرات برمته عندما بدأ كان له آليات لتنفيذه، يعني تنفيذ اتفاق السخيرات كانت هناك آليات منها المجلس الرئاسي ثم حكومة الوفاق ثم بعد ذلك هذه الحقائب الوزارية التي تم تسميتها من قبل المجلس الرئاسي كان يجب عليها أن تذهب إلى البرلمان لتنال الثقة من البرلمان وهي الجهة الشرعية الوحيدة الموجودة في ليبيا. السيد فايز السراج وهذه الحكومة أبدا
أبت أن تذهب إلى البرلمان، وأعتقد أن البرلمان الليبي يعني تحدث عن هذا الشأن أنها حكومة غير شرعية، بالإضافة إلى أن المجلس الرئاسي منذ أن بدأ أعضاؤه السبعة في عضوين مقاطعين، السيد علي القطراني وعمر الأسود، وبعد ذلك في أكثر من ثلاثة أعضاء جمدوا عضويتهم في المجلس الرئاسي، فبالتالي المجلس الرئاسي ذاته فقد شرعيته، يعني المجلس الرئاسي لا يوجد فيه إلا ثلاثة أعضاء وفايز السراج، وهذا الأمر يدعونا لأن نقول أن اتفاق السخيرات لم يأتي لخلق حالة من الوفاق في ليبيا، هو جاء فقط لتنفيذ بعض المخططات الدولية داخل الأراضي الليبية، وعرقلت أي حل سياسي حقيقي، وعرقلت تقدم الجيش الليبي، وعرقلت وجود مؤسسة أمنية أو عسكرية قوية. كان هناك في اتفاق السخيرات التدابير الأمنية التي تحدث عنها المبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر، ثم تحدث عنها المبعوث الأممي الحالي غسان سلامة، هذه التدابير الأمنية التي يجب أن يتخذها حكومة الوفاق، التدابير الأمنية لحفظ الأمن في طرابلس لم تفعل بشكل جيد، وأعتقد أن الأحداث التي حدثت في عام 2018 في شهر سبتمبر كشفت على أن هناك ليس هناك مؤسسة أمنية صحيحة موجودة في طرابلس، ليس هناك مؤسسة عسكرية موجودة. نعم، أي أحداث تقصدها في سبتمبر؟ الأحداث التي وقع ضحيتها 150 من الأفراد عندما تناحرت الميليشيات الإرهابية ثوار اللواء السابع وثوار طرابلس، عندما دار بينهم المعركة الحامية التي راح ضحيتها 150 مدني من الليبيين، بالإضافة لاستهداف المباني السيادية منها مبنى وزارة الخارجية، وذهب يعني وقتل أكثر من ثلاثة أو أربعة داخلها، بالإضافة إلى العمليات التي شهدتها طرابلس. يعني الجيش الليبي قبل أن يدخل العاصمة طرابلس وقبل أن يحاصرها ليحررها من الميليشيات الإرهابية، هذه الميليشيات الإرهابية تناحرت مع بعض. المستشار عقيلة صالح قال أنه عن سيد فتحي باشا آغا وزير الداخلية في حكومة السيد فايز السراج قال نصا أن هناك تمويلا مباشرا من قبل مصرف ليبيا المركزي لعدد كبير من الميليشيات المسلحة الموجودة في غرب ليبيا. مواطنو طرابلس عندما يتلقون معلومة من هذا النوع أو إقرارا واضحا من قبل السيد فتحي باشا آغا، كيف ينظرون إلى هذه الميليشيات الموجودة وأدوات الإنفاق عليها؟ وهذا شرط أساسي من بين الشروط التي طرحها المستشار عقيلة صالح لي إعادة إحياء العملية السياسية من جديد إن أراد السيد فايز السراج ذلك. وزير داخلية فايز السراج فتحي باشا آغا هذا يعني متهم في قضايا قتل ومتهم في قضايا دولية، هو يقيد ميليشيا إرهابية، وأعتقد أن السيد فايز السراج ليس له تأثير على فتحي باشا آغا، هو يعني يعتبر قائد لميليشيا وليس وزيرا للداخلية حكومة وفاق كما يسمونه، وهذا الكلام موثق وهذا الكلام معروف أنه يسيطر على السيد فايز السراج من خلال التجمعات الميليشية التي يقودها، هو يقود ميليشية وليس وزيرا داخلية بهذا المسمى، والمبعوث الأممي غسان سلامة يعلم ذلك. بكل الحيثيات اللي حضرتك بتضعها لسيد فتحي باشا آغا، الرجل يقر من أن تمويل هذه الميليشيات المسلحة الموجودة في غرب ليبيا يتم عبر مصرف ليبيا المركزي، كمواطن ليبي يقيم في غرب ليبيا حتى وإن لم يكن له ناقة ولا بعير فيما يجري، كيف له أن يقيم وضعا يتم الإقرار به بهذا الشكل؟ يعني تحديدا مصرف ليبيا المركزي عندما سيطر الجيش الليبي على الهلال النفطي وطرد الجماعات الإرهابية المسلحة منه، كان الجيش الليبي يريد أن يكون مصرف ليبيا في المنطقة الشرقية هو الذي يتولى الانفاق، لأن مصرف ليبيا في المنطقة الغربية للأسف الشديد بعض أموال الليبيين توجه للميليشيات، توجه لدعم الأسلحة، توجه لشراء الأسلحة بالأمر المباشر من تركيا، توجه للدعم اللوجستي للميليشيات الإرهابية، واعتقد ان هذا التصريح او هذا اعتراف وزير الداخليه حكومه الوفاق او قائد الميليشيات الارهابيه الموجوده في طرابلس فتحي باشا آغا اعترافه بذلك يؤكد على ان مصرف ليبيا المركزي له جزء اصيل من هذه المعركه من خلال التمويلات المباشره لهذه العناصر الارهابيه، بالاضافه الى ان مقدرات النفط الليبيه التي تتجاوز المليون برميل يوميا تذهب ايضا جزء كبير جدا منها لهذا الحشد الميليشياوي. يعني أنا أرى أن دور الأمم المتحدة السلبي للغاية في هذا المشهد هو معرفة الأمين العام للأمم المتحدة ومعرفة السيد غسان سلامة المبعوث الأممي للدعم في ليبيا بالمصادر التمويل التي تأتي لهذه الميليشيات، وأيضا يدركون جيدا أن مصرف ليبيا المركزي يصرف على هذه الميليشيات بطريقة مباشرة، ولا أنا أقولها طريقة غير مباشرة، لا هي مباشرة، بعض الأموال تتوجه إليهم تحت مسميات يعني البنيان المرصوص، تحت
مسميات الشرطه الليبيه او قوات الامن الليبيه، وهذه المسميات ما هي الا تجمعات وميليشيات ارهابيه ليست نظاميه. واعتقد ان الاحداث التي حدثت في الفتره الماضيه كشفت ذلك بصراحه، عندما نجد في المشهد بعض الارهابيين المطلوبين دوليا بعد من ينتمون للقاعده وداعش والتنظيمات الارهابيه وانصار الشريعه ومجلس شورى بني غزه الذي طرده الجيش الليبي الى العاصمه طرابلس وتمركز بها. كل هذه التداعيات تجعلنا نقول ان ما قامت به الدوله المصريه في السابق من اجتماعات لتوحيد المؤسسه العسكريه يعني كانت هي المسار الصحيح 100%، ولكن هذه الجولات لم تتم لان المجتمع الدولي ولان فايز السراج ولان الميليشيات الارهابيه لا تريد ان تكون ليبيا المستقره بهذا الجيش الموحد. مكونات المجتمع الدولي او اللاعبين الدوليين الفاعلين في الأزمة الليبية كلهم تقريبا أصبحوا يقرون بشكل صريح أحيانا وبشكل ضمني في أحيان أخرى من أن ما يقوم به الجيش الليبي هو عملية لتطهير غرب ليبيا من الإرهاب، وبأن الجيش الليبي أنجز في مهمته لتحرير مناطق الشرق والجنوب من العناصر الإرهابية. إذا كان هناك إدراكا أو إقرارا من أن المشير خليفة حفتر هو القائد الوطني للجيش الليبي، لماذا لا يبدو أن هناك دعما حقيقيا مباشرا من مكونات المجتمع الدولي الفاعلة في هذا المجال؟ لأن هناك بعض المصالح لإيطاليا تحديدا وفرنسا لم تنتهي بعد في ليبيا، هناك بعض المصالح لتركيا وبريطانيا لم تنتهي بعد في ليبيا، هناك بعض التكتلات التي لها مصالح في طرابلس مباشرة، فهذه عندما يعجلون ويدعمون الجيش الليبي ويحاولون رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، فالجيش الليبي سيحسم المعركة سريعا وتنتهي مصالحهم. وأعتقد أن الجيش الليبي في الشهر المقبل سيحسم المعركة وسينهي مصالح هؤلاء الذين تكالبوا على مدار منذ سقوط نظام معمر القذافي حتى اليوم، هم تكالبوا على أن ينالوا من خيرات ليبيا ويأخذوا أموال الدولة الليبية، فبالتالي هي مصالحهم هي التي جعلتهم لكن حتى كبير اليوم. من هذه الدول استقبلت المشير خليفة حفتر وتحدثت مع المشير خليفة حفتر باعتباره قائد الجيش الليبي، و هناك مكالمة أو مكالمة الساعة كما يرددها الليبيون بين الرئيس الأمريكي وبين المشير خليفة حفتر، لم يكونوا بحاجة إذن لأن يقدموا هذا الدعم إذا كانت مصالحهم قد تكون مرتبطة بالميليشيا. هو هل عندما يفشل مجلس الأمن على مدار 8 أو 9 جلسات حول ليبيا لإصدار قرار بوقف الحرب في ليبيا أو بوقف العمليات العسكرية في ليبيا، هذا لم يأتي من فراغ، هذا يأتي من أجل أن المجتمع الدولي وكل الدول المؤثرة في مجلس الأمن لديها قناعة تامة على أن الجيش الليبي يحارب ميليشيات إرهابية وأن العملية السياسية لن تنجح في ليبيا طالما أن هناك ميليشيات إرهابية موجودة في العاصمة. فبالتالي هو اعتراف صريح وليس ضمني من المجتمع الدولي على أن الجيش الليبي هو المؤسسة العسكرية النظامية الوحيدة الموجودة في الأراضي الليبية التي تحارب الإرهاب والتي تستهدف الجماعات الإرهابية فقط. وأعتقد أن كلمة المشير خليفة حفتر كانت لها دلالة قوية حينما تحدث على أن الجيش الليبي يحارب فقط الميليشيات الإرهابية ويحارب الخارجين على القانون ولا يحارب أبناء الشعب الليبي، ودعا أبناء الشعب الليبي إلى أخذ الحيطة والحذر لأنهم حتى لا يستخدمون كدروع بشرية لهذه الميليشيات الإرهابية. فبالتالي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي فشل على مدار هذه الجلسات التي دعت إليها بريطانيا، وبريطانيا لها مصالح في أن يظل هذا الوضع في ليبيا كما هو لأنها داعمة رئيسية لجماعة الإخوان الإرهابية التي جاء بها المجتمع الدولي أيضا من خلال مجلس الدولة والسيد خالد المشري وهو أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الموجودة في ليبيا وهو يرأس مجلس الدولة الذي جاء به اتفاق السخيرات سيء السمعة برضو. اتفاق السخيرات جاء بمجلس الدولة لكي يقود بعض عمل البرلمان الليبي، يعني مجلس الدولة مجلس استشاري، رغم ذلك الذين رأسوا هذا المجلس منذ أن جاء حتى اليوم هم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى أن علاقتهم الوثيقة مع بريطانيا خالد المشري ومن قبله عبد الرحمن السويحلي كرئيسين الإرهابية. عبد الرحمن السويحلي ثم خالد المشري الاثنين ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية. فبالتالي يعني جماعة الإخوان الإرهابية تريد من خلال بريطانيا التي تستخدمها كورقة ضغط أن توقف الحرب، ووقف الحرب في صالح هذه الميليشيات حتى تعيد ترتيب أوراقها، في صالح الدول التي ترغب في أن تبقى استثماراتها موجودة في ليبيا بعد أن يعني عاست فسادا في الأراضي الليبية مثل تركيا وغيرها. فبالتالي
مجلس الأمن والأمم المتحدة عندما يفشلون فهو قناعة ورسالة واضحة على أن الجيش الليبي يحارب الميليشيات الإرهابية وأنه المؤسسة الوحيدة النظامية التي يعترف بها العالم. موسكو تعترف بالجيش الليبي، أمريكا تعترف بالجيش الليبي، فرنسا، حتى إيطاليا، كل الدول، أغلب الدول المؤثرة وصاحبة القرار في المشهد الليبي يعترفون بالجيش الليبي، بالإضافة إلى الدول الداعمة للجيش الليبي. أنا سألت حضرتك لماذا إذا كانت كل هذه الدول وهي دول وازنة في المجتمع الدولي بشكل عام وفي المشهد الليبي على وجه الخصوص، إذا كانت كل هذه الدول تؤكد على شرعية الجيش الليبي وعلى شرعية المشير خليفة حفتر كقائد لهذا الجيش، لماذا لا يبدو أن هناك خطوة اتخذت من قبل هذه الدول لوقف تمدد الميليشيات في غرب ليبيا فضلا عما كان في السابق؟ لبقاء الدول أصحاب المصالح فيها، زي ما قلت لحضرتك، فرنسا وإيطاليا هي لهم أصحاب مصالح مباشرة في طرابلس، بالإضافة إلى تركيا، بالإضافة إلى قطر. هذه الدول تضغط في الجانب الآخر حتى لا يتم تسليح الجيش الليبي، بالإضافة إلى أن هناك دول أيضا تضغط في يعني في رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي مثل مصر والسعودية والإمارات. يعني أنا الدور الذي يعني أتعجب منه هو دور جامعة الدول العربية التي تعد ليبيا أحد أعضاء جامعة الدول العربية وهي عضو، وتحت مظلة جامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية لم تتخذ أي قرار إيجابي تجاه الجيش الليبي. كنت آمل أن تضغط جامعة الدول العربية وتعقد اجتماعا عاجلا تستنكر في التدخل السافر في الشؤون الليبية من تركيا، ثم بعد ذلك تضغط في إطار أن تخاطب المجتمع الدولي برفع حظر التسليح، رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي حتى يستطيع أن يتم هذه المعركة. لكن الجيش الليبي رغم أنه مفروض عليه حظر من المجتمع الدولي إلا أنه استطاع أن يقدم ملاحم بطولية كما تحدث عنها المشير خليفة حفتر في كلمته، من خلال أنهم يحاربون من أجل الحق ويحاربون من أجل في كل المعارك التي خيضت ضد ميليشيات أو بعض المجموعات المسلحة خارج إطار الجيوش النظامية، كانت هناك صراعات مستمرة بين هذه الميليشيات إما على أسس مناطقية أو على أسس قبلية. باختصار شديد، هل هناك نذر اقتتالات داخلية بين هذه الفصائل في غرب ليبيا أستاذ محمد؟ الأيام القليلة المقبلة ستشهد ذلك. إذا يعني الجيش الليبي عندما يدخل طرابلس سنجد أن هناك بعض العمليات الإرهابية، بعض الاختلافات، لأن مصالحهم قد تنتهي عندما يدخل الجيش الليبي العاصمة طرابلس. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد فتحي، شريف الباحث في الشؤون العربية. شكرا لحضراتكم أيضا على طيب المتابعة. غدا بإذن الله تجدد اللقاء في حلقة جديدة من نقاط ساخنة إلى الملتقى. شكرا لكم.